جماعة الانترنت عندهم برشا أسئلة يحبوا يسألون لكم منه السؤال هذا. تفضل. شنو رأيك في تعليق الاعتصام في القصبة؟ هو انتصار كبير للشعب التونسي، لأنه منذ شهرين ونحن باش طالبين أنه رحيل الحكومة هذه من تاع غنوشي، رحيل الوزراء اللي كانوا فيها، اللي كانوا بعض منهم يعبثوا بي يعني ماشي في بالهم مش يعملوا انتخابات رئاسية بفلوس الشعب، وخاصة يعني تحقيق المطلب الأساسي اللي هو يعني المجلس التأسيسي اللي باش يصيغ الدستور التونسي، اللي هو اللي باش يحمي الشعب التونسي يعني للقرون المقبلة إن شاء الله والأجيال المقبلة. وأنا فخور بأنه هالمطالب هذه الكل اللي طلبنا بها احنا كلنا الشعب التونسي يعني تحققت، ويعني فك الاعتصام وتعليقه، يعني انتبه إلى كلمة تعليق باهي ياسر، مش معناها أنه احنا رانا منسحبين لكن رانا مردين بالنا، ما تعاودوش تلعبوا لنا لعبه، ما ثماش. هذا الشعب اليوم فايق واعي وراي عام ومستنفر وماهوش باش ماهوش حتى حد باش يخليها يعدي عليه. اذا اولا برافو وتهانينا لكل الناس اللي ساهموا في هذا الاعتصام، لعبوا دور هائل في 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 دفع الثوره وفي الدفاع عنها، وان شاء الله لا نضطر من جديد الى العوده لهذا الاعتصام، وان الحكومه الموجوده الحاليه فعلا تمشي فيما تعهدت به باش يعني نربحوا الوقت اللي ضيعناه، لان نعاود نقول لك ان احنا ضيعنا شهرين. شنو رايك في الشعب التونسي؟ شعب عظيم، شعب فخور، انا فخور به، لكن احقاقا للحق يعني الناس دائما ما تنسى الماضي. انا وبعض الاصدقاء يعني في المؤتمر من الجمهوريه كنا دائما نراهنوا على هذا الشعب، نقولوا راه مش صحيح الكلام يتقال عليه انه جبان وانه ما نعرفش شنو، وانه لا بالعكس احنا كنا نقولوا راه شعب ذكي وشعب يعني عنده حس ووعي سياسي كبير، وكل ما هنالك انه يعني ينتظر في اللحظه الملائمه للانقضاض على هؤلاء الجلادين اللي كانوا يعذبوا فيه واللي كانوا يمصوا في دمه كي البارازيت. وفعلا هذا موقع، وتذكر ربما اني انا في حلقات الاتجاه المعاكس كنت دائما ادافع على انه الشعوب العربيه شعوب حيه وشعوب بطله وشعوب ستنتفض وشعوب، يعني هذا احتقارها واحتقارها لنفسها راه غير مقبول. وفعلا يعني انا سعيد اليوم باش نشوف انتفاضه كل هذه الشعوب العربيه، مما تؤكد على اننا شعب عظيم وامه عظيمه. شنو رايك في البوليس السياسي وفي وزاره الداخليه؟ البوليس السياسي ما عندوش مكان اليوم في تونس، اليوم يجب ينتهي في قصه البوليس السياسي، ما عادش ما يلزمش يكون عندنا جهاز بوليس سياسي، لازم حل هذا. والناس اللي ارتكبت الجرائم ضد الشعب التونسي في التعذيب وفي العمليات القذره لازم يتحاكموا، لازم يتحطوا على جهه. انا مانيش فاهم اليوم سي حامد زيد وسي عماد الدغار وسي عماد عاشور وسي الهادي بالحوله ايش قاعدين يعملوا في وزاره الداخليه؟ هذا مكانهم مش في وزاره الداخليه، مكانهم في 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 ديارهم والمحاسبه امام القضاء اذا تطلب الامر. لكن في نفس الوقت يلزمنا نردوا الاعتبار للشرطه باش الناس الشرفاء، وانا اعتبر انهم كثيرين في جهاز الامن وجهاز الشرطه، يدخلوا من جديد يعاد لهم الاعتبار باش يوليوا جزء من المجموعه الوطنيه ويخدموا المجموعه الوطنيه. مثلا الشعب بدون 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 شرطه وبدون امن وبدون جهاز امن وحتى مخابرات، لكن مخابرات مش للتجسس على الشعب التونسي، للتجسس يعني لحمايه الشعب التونسي من التجسس، هذا شيء مختلف. فيما يخص العمارة هذيك نفسها، أنا والله ساعة لساعة نحلم نشوف عوض هذاك المكان، معناها حديقة عامة أو نصب للشهداء، لأنه بالنسبة لي هذيك الوقت اللي نتعدى ونتذكر إيش وقع الفظاعات اللي وقعت في ذاك المكان، أنا بالنسبة لي تمثل كما الفرنساوي تمثله لاباستي، يعني هذا 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 الشيء. ولهذا على كل هذا موضوع إن شاء الله الحكومة بالمقبلة تقر فيه. نعرف عندك باج أوفيسيال، عندك شي باج أوفيسيال تاع الحزب؟ طبعا ثم الديبا سي بي ار موجود، وانا طالب من الناس انها تدخل وتساهم في النقاش، لانه توا هالاربع اشهر اللي جايين خاصه قبل المجلس التاسيسي باش تكون يعني فتره نتاع افكار، الافكار لازمها تجينا من كل مكان، والناس تناقشنا في تصورنا، في تصورهم هم للنظام السياسي المقبل، في مقترحاتهم، واحنا ابتداء من هذيك الافكار يعني باش نجموا نحاولوا نعملوا نوع من السنتيز اللي باش تشكل رؤيتنا وبرنامجنا. يعني ساهموا كلكم، ادخلوا كلكم على هذا الموقع وساهموا في النقاش اللي فيه. ربي اخر سؤال، متغشش علاش كبشت في مراياتك؟ والله المرايات عملت لي مشكله. شوف بي بي بصراحه توا عامين يعني مشيت باش نبدل المرايات، وفعلا الطبيب اعطاني وصفه، وقت اللي مشيت باش نشتريها تفاجات بالثمن، يعني كان ثمن باهظ وما كانش في امكانياتي، يعني انا في باريس يعني كنت طبيب في 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 مصحه نتاع فقراء، كنت نخدم في منطقه نتاع فقراء فيها بس العرب والافارقه، وما كانش بالاساس للمال، كان لاشياء اخرى، ما كانش في امكاني باش يعني باش نشري هالمرايات. حطيت الوصفه في جيبي وقعدت بالمرايات القديمه حتى لين بنتي جات ماشيه للهند في عمل، كانت عندها عمل في مدينه اسمها بنغالور، وفي علمها بالحكايه قالت لي مد لي هاك الوصفه تو نشوف.
بعد كده وقت اللي رجعت من الهند جابت لي المرايات، قالت لي هاوكا في الهند المرايات ما همش غاليين برشا، تقريبا عشر الثمن اللي موجود في باريس، هاني جبتهم لك هديه. عاد هذاك ولات حقيقة فرحت بهم وليت نلبسهم كذا. وقت اللي صارت هالمشكلة والناس كلها ما عجبتهاش، جيت قلت لها ها شفت انت اللي تسببت في الفضيحة. قالت لي، قامت تضحك، قالت لي يا اخويا دبر راسك، ما عليك الا تكون غنيك اللي كيطب الكل باش تولي عندك مرايات باهية. هذه هي القصة على هذاك، انا حاولت يعني بقيت متمسك بها الى حد